زرع في كل المحافظات. تمام. بس في محافظات تاكل منها تين وفي محافظات ما تاكلش. عندك اسكندريه البحيري. الاسماعيليه. العريش ومطروح. دول افضل الاماكن. دول افضل الاماكن. تمام. تمام. عندك وجه قبلي مثلا الصعيد. ما يتاكلش من كده. الارض غير الارض. هما ثلاث مناطق. العريش ومطروح والبحيره. بس. افضل تين. افضل تين بيتاكل. يعني اول لو عندك التهابات على صدرك. انا فعلا في زبون بياخد مني، انا كان بيقول لي انا رحت كشفت عند الدكتور كان عندي التهابات على صدري. لما ابتديت اكل منك 3 4 ايام 5 ايام لورا يعني الالتهابات خفت بيظبط السكر. يعني في سعره حراريه بيخسس يعني. بيخسس الجماعه بس اللي يروح يلعبوا حديد اللي هم يعني بيجوا ينزلوا يعني ياكلوا هم رايحين وهم جايين. في الصاله جنبنا هنا هم. وايه كمان؟ والله والروماتيزم. وحلو للقولون. الناس كتير بيقول لك القولون. لا حلو للقولون. شوف السنه اللي فاتت اول ما نزل كان ب 160، السنه دي اول ما نزل كان ب 260. يعني الحبايه كانت اقطع في القفص ب 2 جنيه من 2 جنيه ل 3 جنيه. والله ما بقتش فاكهه الغلابه دلوقتي، الغلبان ما بيقدرش ياكلها. برضو انا بكلمك بجد، انا بكلمك في واقع وفعلا والله. يعني دلوقتي لما تلاقي جبهه انت ب 2 جنيه اول ما نزلت كانت ب 4 جنيه، الغلبان هياكلها ازاي؟ والله في زبون يوم ويوم. في زبون كل يوم، في زبون كل اسبوع، في زبون كل اسبوعين، وعلى حسب تسهيل ربنا. والله هو الراجل ده بقاله 8 سنين معانا والناس كلها بتشكر فيه ومحترم وله زبون. يعني هو كل موسم بيجي بنشوف له زباين جايه له لوحدها من غير مش من المنطقه بيقول هو عشان التيم بتاعه نضيف.